حياكم من جديد مشاهدينا، لدينا اتصال لحل سؤال المسابقة. ألو، مساء الخير. ألو، أهلين. يا هلا ومرحبا، حياك يا هاجر، تفضلي. أهلين. الجواب البعير. الجواب البعير. إن شاء الله تفوزي طبعا بهذا المثل. طبعا إن شاء الله يا الجائزة رب. مقدمة من مركز بوليفارد للخدمات التجميلية والطبية، قيمة الكوبون 500 ريال. شكرا لاتصالك. يا رب. ولدينا ايضا اتصال اخر. رغد، الو، مساء الخير. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الو، حياك رغد، تفضلي، سامعتك. الو. الجواب البعير. الجواب البعير. ان شاء الله باذن الرحمن تفوزي بالمسابقه. شكرا على اتصالك رغد. طبعا مشاهدينا الان حننتقل ونتعرف على محطه اخرى ولكن ايضا طبيه، وهي عن مرض الباركنسون او شلل الرعاش، هذا المرض الذي قضى على اسطوره الملاكمه محمد علي كلاي. اليوم حنتعرف على هذا المرض وهل هنالك مثلا تغذيه معينه للوقايه من هذا المرض. دعوني ارحب بضيفتي الاستاذه نهى الحربي، وهي طبعا اخصائيه تغذيه علاجيه وامراض مزمنه. حياك الله معنا استاذه نهى. حياك الله استاذ مجد. استاذه نهى، يعني معروف بالنسبه للمرض الباركنسون، كلنا يمكن تعرفنا على هذا المرض من خلال اسطوره الملاكم محمد علي كلاي، كيف عانى فعلا من هذا المرض. لنتعرف عليه بداية، أو شلل الرعاش. هو مثل ما أنت تفضلتي، هو فعلا مرض المشاهير ومرض القادة. إيش هو الشلل الرعاشي؟ اللي هو معروف مصطلح الشلل الرعاشي عندنا، هو عبارة عن تأثير على منظومة حركية موجودة في الدماغ ما بين خليتين، الأولى تعرف بأسيتايل كولين، الثانية الدوبامين. أسيتايل كولين هي اللي تعمل الإشارات العصبية وترسلها تخلينا نتحرك بقوتنا وقدرتنا، لكن بوجود المسيطر اللي هي خلايا الدوبامين، هي اللي تعمل تنظيم وتحكم وسيطرة في الإشارات هذه. الخلل وين يكمن؟ تأثير الدوبامين نفسها اللي تتحكم، فتصير الإشارات العصبية ما اقتراحتها، فيصير فيه الرعاش الشديد، يصير فيه التصلب، نلاقيه بالأطراف، بالقدمين، أيضا بالفك وبالشفتين، فيكون مكمن الخلل في خلايا الدوبامين أو تكون الإصابة فيها. هل نقدر نقول مثلا أنه العامل الوراثي بيلعب دور في الإصابة في هذا المرض؟ هو حقيقة أستاذة مجدولين في أكثر من سبب وأسباب مخيفة للأمانة وموجودة بحياتنا. الأبحاث اللي اتعملت في إيطاليا لأنه منتشر عندهم، في الأخير قالوا إحنا ما نقدر نعتبره جين مورث، رغم أنهم وجدوا كجين مورث خصوصا للي عندهم من الدرجة الأولى مصابين. جامعة إكسفورد أيضا عطت نفس التوصية، يعني كانت توصية البحث تبعها أنه نحتاج لدراسات أخرى تثبت أنه جين مورث، ولا زال عندهم شك. الأسباب المخيفة الثانية والخطرة لنا يا أستاذة مجدولين اللي هي الملوثات البيئية. أبسط مثال عندنا الدهانات، الدهانات اللي موجودة بالبيت ونصبغ فيها من دون ما نحس، ممكن أن تؤثر. أي الدهانات تؤثر، تحتوي على مركب تولين، مركب التولين هذا تأثيره على خلايا الدوبامين مباشرة. الخبراء من كثر تخوفهم من المركب هذا قالوا لا يمكن أنه يكون في أحد معاه مرض باركنسونز ما يكون له تاريخ مع الدهانات من قوة تأثيرها على الدماغ. الإضافة الثانية اللي إحنا دائما نقول لما نطلع نركب السيارة لازم نقفل الشبابيك حتى لو الجو حلو، عوادم السيارات تطلق أول أكسيد الكربون، تلوث البيئة. بالضبط، أول أكسيد الكربون هذا مجرد نتنفسه يعمل لك على الخلية ويقفلها، فيصير ما تودي الأكسجين للدماغ، وإحنا عارفين تغذية الدماغ على الأكسجين من الخلية والهيموغلوبين، فيصير ما عاد يوصل المغذيات للدماغ فيسبب إفساد للدوبامين. عندنا بعض الأدوية النفسية، وللأسف يا أستاذة مجدولين بعض التأثيرات الجانبية للأدوية لا يذكرها الأطباء، تأثر على المريض تلاقينه يقلب كله رعاش ولا هو عارف إيش فيه، مع العلم أنه من الأثار الجانبية للدواء. أخيرا الإصابات اللي تكون على الرأس مثل حالة محمد علي كلاي. الله يرحمه محمد علي الله يرحمه. طيب دحين يعني ترخنا موضوع مرة مهم ومعلومة مرة مهمة، أنه أدوية الاكتئاب مثلا أو الأدوية النفسية، طب مشكلة مرة كبيرة أنه ما عم بيذكروا مثلا بالسايد أفكت أو المضاعفات، يعني في كثير من الناس متعودين على مثل هذه الأدوية. للأسف أستاذ مجدولين هي من حق المريض أيضا، يعني حتى في بعض الأدوية الخاصة اللي هي بالأعراض للجهاز العصبي أو وجود أي عارض أو مرض
ما يخبر فيه لها السبب. دائما المريض لازم يقرأ، حتكون موجودة كلمة صريحة أنه يعطي علامات الرعاش أو مرض باركنسونز أو يسبب بعض علامات الباركنسونز، لازم تقرأ لأنه معظم الأطباء ما يصرحوا فيها. طب إذا نبغى نتكلم عن أعراضه، يعني هل هناك مثلا فئة عمرية للإصابة به وأعراضه بالضبط؟ هو السنوات الماضية حطوا الفئة العمرية للأعراض قالوا من 50، للأسف السنة هذه قالوا إصابته أقل من 40 أيضا، وممكن يصاب في للشباب والشابات إذا في إصابة خطرة جت على الدماغ، يعني إصابة مؤثرة في العمر هذا ممكن يصاب. العلامات الأعراض جدا واضحة ولازم نميزها، مو كل رعشة معناتها رعاش، الرعاش يكون شديد وفي صلابة في الأطراف واضحة، وجود رعشة بالفك جدا واضحة وبالشفتين، إضافة إلى أنه الرأس ما يكون بالاستقامة اللي احنا فيها، يفقد التوازن، يفقد التوازن تماما ويكون عنده خطوة بطيئة جدا في المشي مع سقوط. وفي علامة جدا مهمة تبين لمرضى الباركنسونز اللي هي تقدم الرأس عن الجسد تماما، تكون مقدمة واضحة، يعني حتى لو بندخل عليها نشوف الأعراض والصور يكون واضح تقدم الرأس عن الجسد، هذه من العلامات المهمة. هذه نقدر نقول مثلا أعراض مبدئية، هذه الأعراض خلاص يشخص منها. يعني إذا أنت بتشوفي شخص مثلا رأسه مقدم على عن الجسم، رأس بيقدم على الجسم مع وجود الأعراض الأخرى، ما نكتفي بواحد، لما نشوف هذه الأعراض المفروض تكون عندنا خلفية معلوماتية عنها، هنا على طول ناخذ المريض ونوديه. لأن في بعض الناس يعني أنا من جد نهى، يعني مثلا بضيفيهم قهوة أو أي شيء تلاقي مثلا هم بياخذوا الفنجان بيرتعشوا، أنا بستغرب بس هل هذا مثلا له ارتباط بالباركنسون أم بيكون شيء عادي أو عابر؟ لما نتكلم عن العمر، لما يكون رجال كبير أو سيدة كبيرة، لما نشوف فعلا في خطوة بطيئة، اتكاء كثير على الجدار أو استخدام العصا، هنا يكون في مخاطر، يكون بداياته، يكون في مخاوف. طب هل هنالك علاج لهذا المرض؟ علاج ما شاء الله، العلاج كثير يتطور تبع باركنسونز، منه الجراحة، التدخل الجراحي، منها الأدوية مثل الليفودوبا، هذه تعمل على التقليل من آثار نفس باركنسونز، مرض باركنسونز، إضافة أنه يأخر التدهور بحيث أنه لا سمح الله لا يصير تدهور، لأنه من التدهور تبعه اللي هو النزيف والشلل الكامل. طيب هل هناك مثلا أغذية معينة، يعني يقال أن القرفة ممكن أنها تقينا من الإصابة في هذا المرض، ما رأيك؟ وتحديدا من خلال عملك أخصائية تغذية كلينيكية. مشروب القرفة مشروب سحري جدا، مليانة أنتي أكسيدنت، مسيلة للدم، مسيطرة على الشهية، فتح الشهية مسيطرة، جدا ممتازة القرفة، كل ما فيه مضادات أكسدة يحمينا تماما من الباركنسونز. مثال الفلافونويدز، لما نتكلم عن الفلافونويدز هي مركبات موجودة في جميع الأطعمة والفواكه اللي لونها ما بين الأزرق والبنفسجي والأحمر بكل سهولة، التوتيات، طماطم، العنب، بالضبط الطماطم. شو، أنا ركزت على الطماطم لأن أنا من عشاق الطماطم. لا فعلا تحتوي على مضادات أكسدة أيضا محافظة من السرطان، فمضادات الأكسدة هذه الله عطاناها درع، مجرد أني أنا أخذ حصتي كاملة في يومي من مضادات الأكسدة أنا سليمة من كل شيء باركنسونز وغيره. صحيح. فمضادات الأكسدة عندنا الأوميغا 3 جدا ممتازة، عندنا اللي حكى عنها العلماء حاميات الجهاز العصبي اللي هي مجموعة فيتامين دي، عندنا كمان فيتامين دي، فيتامين دي هو حارس الأمن لخلايا الدماغ سبحان الله. فيتامين دي؟ فيتامين دي. دي غير بي؟ يعني غير بي، بي من الحاميات. طب هل مثلا ممكن استخدام المكملات الغذائية؟ في كثير ناس مثلا أوكي بتناول مثلا طماطم مثل ما تفضلتي دحين، بس ممكن الكمية اللي أنا بحاجة لها الكمية غير كافية، هل ممكن يعني استخدام المكملات الغذائية مثلا كبيكويل أوميغا 3؟ ضروري في الحالة هذه، أصلا إحنا وصلنا لمرحلة أنه عندنا نقص مزمن في كثير من الناس. أي. ففي الحالة هذه لا، لابد مراجعة الطبيب يصرفها وناخذها كمكمل غذائي لحد ما نعدل سلوكنا في الغذاء أصلا، لأن صعب أن إحنا نستمر على المكملات، أصلا يصير فيها نوع من المناعة في الجسم، لا مهم في حالة النقص ضروري أن إحنا نعتمد على المكملات. مثل ما تفضلتي أنه مناعة بتسوي للجسم، يعني ممكن مثلا نستخدم، لأن قبل كذا استضفنا طبيبة أو استشارية أيضا يعني للعظام، فقالت أنه بتستخدموا اللي هو الفيتامين كالسيوم مدعم بالفيتامين دال. صحيح، لأن أوكي. عندنا نسبة النقص عالية. طب هل مثلا نستخدمه 3 شهور نوقف وبعدين نرجع له مرة ثانية بعد فترة مثل ما تفضلت، يعني قلتي بيصير الجسم عنده مناعة ضد هذه الأدوية؟ صحيح، 3 شهور في بعض الأطباء، أنا قابلت طبيب قبل فترة قال في بعضها لحد 6 شهور. هنا في الحالة هذه ضروري أنه هو يراجع الطبيب نفسه، لأن أول شيء بيعمل تحليل، إذا في اكتفاء والجسم تشبع منها خلاص يقول له وقف، ارجع لنظام غذائي صحي عشان ما ترجع لحالة النقص.
لكن لو لا سمح الله طلع فيه نقص اكيد بياخذ رياكشن الدكتور بحيث انه يا يصرف له نوع ثاني او انه ممكن ياخذها على جرعات وريديه، لكن في حاله النقص لازم يستمر فيها. طيب نرجع للباركنسون مره ثانيه والشلل الرعاش، هل الدور الوراثي او العامل الوراثي بيلعب دور في هذا الموضوع مثلا؟ يعني اذا الواحد مثلا الوالد او الجد مثلا اصيب بشلل الرعاش، ممكن انه مثلا الاحفاد يصابوا بهذا المرض او هي من ضمن الاحتمالات صراحه اللي تحطت مثل ما قلنا في الابحاث من ضمن الاحتمالات، والاحتياط واجب. يعني انا اذا عندي كيف الاحتياط؟ هل مثلا اذا توجه للطبيب وسوى تحاليل ممكن يكتشف انه ممكن يتعرض الى شلل الرعاش او للاسف انه ما فيه تشخيص. هذا المخيف باركنسون زي الزهايمر، ما يوجد له تشخيص يقول لك انت مثلا معرض او انت ممكن تصير من مرضى باركنسون، هو تشخيص بالعلامات فقط او العارض ممكن يصاب فيه اللي هي العلامات كلها تجي مع بعض. الرعاش اي فجاه تيجي كلها تبين تدريجيا خفيفه، يكابر، احنا عارفين مرضى كبار السن يكابر. صحيح. فانت ممكن ما تلاحظين بعد فتره، مثل ما انت تفضلتي قلتي لما تقدمي لها الشاي تلاقينها ترجف. ايوه صحيح. رجفه تحسينها مش توتر، رجفه كانها ملازمتها. هذا مخيف، مخيف الوضع فعلا لانها رجفه عاديه. هي الرجفه اللي ملازمه للشخص هي اللي ممكن، هي اللي ممكن شر الرعاش. صحيح. بس اما التوتر ممكن يعني التوتر مؤقت، التوتر يهدى يبين انه مؤقت. لا وتعرفي استاذه مجدولين الميزه كمان لما انت تجمعي كل الاعراض، لما تقولي ايه هي عمرها مثلا 50 معرضه، مشيتها بطيئه فعلا، تطيح، السقوط كثير وارد عندهم، عندها كمان اللي هي التقدم الراس مثلا، رجفه الشفتين برضه، فلما تلاقين كل الاعراض هذا احتمال كبير انه يكون منصاب باركنسونز. وفي علاج له؟ بحول الله في علاج، ما شاء الله عندنا مستشفى الملك فيصل التخصصي الى قبل فتره يعملوا عمليات تدخل جراحي شفاء. ما شاء الله يعني بيدخلوا جراحيا، دخلوا جراحيا لعلاج هذا المرض. الحالات الصعبه ضروري الجراحه لها، في بعضهم يكتفي بالادويه. طيب محمد علي كلاي يعني لا توفى يعني ما كان له اي علاج؟ كان يظهر محمد علي كلاي يعني الحمد لله كانت حالته مستقره له سنين. محمد علي كلاي يعني من التدهور حقه الخطير انه المفروض يكون معاه نزف وشلل تام. محمد علي كلاي له عشرات السنين مع هذا المرض، فواضح انه الحاله كانت مستقره معاه وكان بصحه جيده. فكان فيه نوع من السيطره، فهي مثل ما قلت لك انه اما الحبوب او التدخل الجراحي والعلاج في تطور. طب ما هي نصائح ايضا تقدميها ايضا للوقايه من الاصابه به؟ ضروره معرفه الاسباب عشان قد ما نقدر نكسب عوامل الوقايه، مثل ما قلنا العوادم، ننتبه من الاصابات لا سمح الله، اصابات السقوط، نركز على مضادات الاكسده، نرجع نذكرها، ناخذ صحن ملون من الفواكه والخضروات لان السر في الاصباغ سبحان الله العظيم، اوميجا 3 في الاسماك والمكسرات ايضا، وبذر الكتان دحين جالس اتكلم مع الدكتور محمد عبد الله. أيوة. ونستخدم زيت الزيتون ايضا، نبتعد عن الدهون الحيوانيه، الكوليسترول، الدهون المهدرجه، الدهون الثلاثيه قد ما نقدر نبعد عنها، نحافظ على الرياضه. الرياضه لها دور كبير في الحمايه. صحيح. من مرض باركنسونز لا سمح الله. الله يعطيك الف عافيه استاذه نهى، شكرا لك، شكرا على هذه النصائح اللي قدمتيها لنا. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، حناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.